نعم يا صديقي، إذا كنت تريد الفوز بالهواوي مات ديس، نعم كما سوف نستعرض هذا الهواوي هدية لكم من واتساب اوفيسيال فيديو واسيست تي في شرح. نعم كما ترون الواتساب اوفيسيال فيديو واسيست تي في شرح. وبالمناسبة فهذا المحتوى من يعني هاتف تابع للهواوي الهونور ويت، يعني نفس الكاميرا ونفس الجودة في الصورة كما ترون، فكل شيء من هذا الهاتف، هذا المحتوى يعني مونتاج، وكذلك هذه العناوين التي تظهر أمامكم أسي تي في شرح يعني والصورة وهذه التريك هكذا كما ترون، يمكن تصوير فيديوهات خيالية مثل للمغنيين أو فيديو سينمائي كما ترون، حركات سينمائية مذهلة مع المونتاج هكذا كما ترون في استعراض الهاتف. فقط يا صديقي يمكن لك الفوز بهذا الهاتف، فقط يمكن لك أن إذا أردت أن تشارك في القرعة، فعدد المشتركين في قناة أسي تي في فهو قليل، فحظك متوفر. يجب عليك فقط مشاركة الفيديو مع أصدقائك في أي مكان للتواصل الاجتماعي، فيسبوك أو أي سوشيال ميديا، تويتر أو أي سوشيال ميديا تمتلكها، شارك الفيديو فقط، ثم اضغط على سبسكرايب وقم بتفعيل الجرس، وقم كذلك ببعض التعليقات على الفيديوهات التي سوف توضع في القناة في الأيام المقبلة كي تكون من ضمن المتفاعلين النشطين. نعم الجائزة حقيقية يا إخواني، هناك هاتفين للفوز، الأول المات ديس بكاميرتين خرافيتين، ويمكن لك كذلك التقاط صورة مع ميزة الفوكس أو وعدة مزايا أخرى، هناك بطاقتين وهناك سعة الذاكرة يعني 32 ميجا بايت أو 64 ميجا بايت. لم أطلع على الهاتف، فقط أنا أقوم الآن بتسجيل الصوت لكم، سوف أرى. نعم 64 ميجا بايت، نعم 64 في المات ديس يا إخواني. كما ترون الهاتف من الحواف ألمنيوم وكاميرتين، وكاميرا في الأمام 8 جيجا بيكسل، وكذلك شاشة 5.9 بوصة، وكذلك يعني بروسيسور رائع يعني 4 جيجا فالرام، يعني البطارية كما نقول لها نحن الباتري 3300 و200. نعم فالهاتف خرافي، لا من ناحية حجم الشاشة ولا من ناحية الصور التي جودة الصور التي يمكن لك الالتقاط به بهذا الهاتف، وهناك قرعة حقيقية سوف نقوم بها على قناة السي تي في شرح، ويمكن لك فوز بهذا الهاتف. هذا مجرد استعراض، فالقرعة مستمرة وهناك هواتف أخرى قادمة إن شاء الله لما يلتحق بنا عدد من المتتبعين ومتتبعين برامجنا وشروحاتنا الخاصة على السي تي في شرح. دائما نقوم بإعطاء هدايا للمتتبعين كي يكون هناك تفاعل، نستفيد نحن من التفاعل ونقوم بالاستمرارية، وكذلك تستفيدون أنتم من برامج وشروحات السي تي في البسيطة. يعني كل المحتوى أصنعه لكم من الهاتف، يعني أن شيء لا شيء مستحيل مع الإرادة. من يريد أن يعمل محتوى ويعمل قناة يعني لكي يتواصل مع الزبناء ولكي يتواصل مع ناس وتكون لديه خبرة في مجال الانترنت، ولما لا الربح من القناة يعني عبر نشر الإعلانات ونشر أشياء أخرى، فمن ضمن هكذا نشر الهواتف أو نشر هذا، فقد فيما بعد حينما يكبر حجم القناة تتصل بك شركات وتعطينا هواتف مجانية ونستطيع أن نعطيها لكم إخواننا، فقط قموا بدعمنا. فدائما أي هاتف يأتي ونعمل له الريفيو هنا فقط يكون من نصيبكم إخواني. نعم فقد نستطيع من هنا إلى الأمان أن نقوم بعمل لكم هاتف في الأسبوع، والناس والمتتبعين الأوفياء يعني يستطيع المتابع الوفي أن يأخذ هاتف يعني الذي يتفاعل دائما مع الصفحة من دون أي قرعة ولا شيء. فهناك إذن إخواني في الحلقة المقبلة، فشارك الفيديو مع أصدقائك.